بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض فيديوهات عن المصفوفات. في الفيديو الأول اتعرفنا على أنواع المصفوفات، في الفيديو ده هنعرف إزاي العمليات على المصفوفات. أول عملية عندنا تساوي المصفوفات، تساوي مصفوفتين. امتى تتساوي المصفوفتين؟ لو كانت المصفوفتين اول حاجه من نفس الدرجه والعناصر المتناظره كلها متساويه، وبتتساوي المصفوفات اذا كانت من نفس الدرجه. تاني حاجه، وكانت العناصر المتناظرة وكانت العناصر المتناظرة في كل منها متساوية. هنشوف مثال على دي. مثال، المثال بيقول لي عين جميع عناصر المصفوفة عند المصفوفة A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 2 2 2 3. إذا علمت إن المصفوفة A تساوي مصفوفة المصفوفة A عندي هي A ناقص 3 0 4 2 1 6، هنشوف إزاي هنساوي المصفوفتين دي. عندنا المصفوفة A هتساوي المصفوفة B. المصفوفة A كم في كم؟ 2 في 3. المصفوفة B 2 في 3. يبقى المصفوفة هنا تتكون من صفين وتلات أعمدة، هنا من صفين وتلات أعمدة. يبقى العناصر المتناظرة بتاعتها متساوية، يعني A1 1 هتساوي ناقص 3 و A1 2 هتساوي 0 و A1 3 هيساوي ناقص 4 و A2 1 هيساوي 2 و A2 2 هيساوي ناقص 1 و A2 3 هيساوي كام؟ 6. شوف مثال تاني. يقول أوجد قيمة الثوابت اللي عندي هنا A والB والC إذا كان عندي المصفوفة 2A ناقص 1 و A ناقص B ناقص 3 و C هيساوي 5 وهنا 14 و B زائد C هنا A زائد 5. عايز كم أقول قيمة الثوابت دي A و B و C. أول حاجة عندنا اللي هو العنصر الأول هيساوي العنصر الأول اللي هو 2A ناقص 1 هيساوي 5. يبقى 2A هتساوي 6، يبقى ليها هتساوي 3. طيب ناخد تاني حاجة، A ناقص B هتساوي 14، يبقى ال A ناقص 14 هيساوي B. ال A هنا بتلاتة، يبقى 3 ناقص 14 هيساوي B، يبقى ال B هتساوي ناقص 11. طب نجيب قيمة ال C
السي هتساوي ايه زائد الخمسة، ايه هنا بتلاتة زائد خمسة هيساوي كام؟ تمانية، يبقى سي هيساوي تمانية. طب نيجي نعوض هنا البي زائد السي، تمانية ناقص حداشر ناقص تلاتة، يبقى دي عندي قيم التلاتة بتاعت الايه والبي والسي. طيب نشوف عملية تانية من العمليات على المجموعات، جمع والطرح بتاع المصفوفة. ازاي اجمع مطرح المصفوفة؟ جمع وطرح مصفوفتين. اول حاجة عشان اجمع مطرح المصفوفتين لازم يكونوا ايه من نفس الدرجة. تاني حاجة يبقى يجب ان تكون المصفوفتين من نفس الدرجة، يعني مصفوفة اتنين في تلاتة أجمعها مع مصفوفة اتنين في تلاتة، تلاتة في اتنين مع تلاتة في اتنين. وإزاي أجمع؟ أجمع العناصر المتناظرة مع بعضها أو أطرحهم مع بعضها، ويتم جمع العناصر المتناظرة فيها. والناتج بيكون ايه؟ مصفوفة لها نفس درجة المصفوفتين. نشوف مثال ازاي. عندي مصفوفة ايه واحد واحد، ايه واحد اتنين، ايه واحد تلاتة، هنا مصفوفة ايه اتنين واحد، ايه اتنين اتنين، ايه اتنين تلاتة. وبي عندي مصفوفة تانية بي واحد واحد، بي واحد اتنين، بي واحد تلاتة، بي اتنين واحد، بي اتنين اتنين، بي اتنين تلاتة. المصفوفة هنا اتنين في تلاتة، والمصفوفة هنا كمان اتنين في تلاتة، يبقى المصفوفتين من نفس الدرجة. طيب أجمعهم ازاي؟ أقول جامع ال A واحد واحد زائد ال B واحد واحد، A واحد اتنين زائد ال B واحد اتنين، A واحد تلاتة زائد ال B واحد تلاتة. وأجمع هنا ال B اتنين واحد زائد ال A اتنين واحد، A اتنين اتنين زائد B اتنين اتنين، A اتنين تلاتة زائد B اتنين تلاتة. ادتني هي كمان مصفوفة كام في كام؟ اتنين في تلاتة. لو طرحت، الطرح هو أصلا جمع بس باختلاف الإشارة. A ناقص B عبارة A زائد المعكوس الجمعي أو ناقص واحد في ال B. هنشوف مثال عليها. مثال إذا كانت ال A هتساوي واحد وتلاتة وصفر ناقص واحد وخمسة وواحد، والبي هتساوي صفر وناقص واحد وواحد وتلاتة وواحد وواحد. عايز أوجد ال A زائد ال B وال A ناقص ال B. نشوف هنحلها ازاي. عند ال A زائد ال B هيساوي ال A واحد وتلاتة وصفر، دي ناقص واحد وخمسة وصفر، زائد صفر ناقص واحد وواحد، تلاتة وواحد وواحد. هنا المصفوفة دي اتنين في تلاتة، وهنا اتنين
اتنين في تلاتة. هتدينا نجمعهم ازاي؟ قلنا هنجمع العناصر المتناظرة، يعني واحد زائد صفر واحد، تلاتة ناقص واحد اتنين، صفر زائد واحد واحد، ناقص واحد زائد تلاتة اتنين، خمسة زائد واحد ستة، صفر زائد واحد. هنا أنا كتبت هنا غلط، هنا واحد، خلاص دي هنا ستة، واحد زائد واحد كام؟ اتنين. ادتني المصفوفة كام؟ اتنين في تلاتة، هي نفسها. طيب هنشوف نجيب المصفوفة كام؟ هطرح المصفوفتين. قلنا هطرح المصفوفتين ازاي؟ a زائد سالب واحد في ال b. عند المصفوفة a اللي هي كام؟ واحد وتلاتة وصفر وناقص واحد وخمسة واحد، زائد سالب واحد في المصفوفة اللي هي ال b اللي هي صفر وناقص واحد وواحد، تلاتة واحد وواحد، هيساوي المصفوفة ليه واحد وناقص واحد وتلاتة وخمسة وصفر وواحد، زائد المصفوفة التانية تبقى صفر وواحد وناقص واحد، هنا ناقص تلاتة ناقص واحد ناقص واحد. أجمعهم هنا ازاي؟ قلنا هنجمع العناصر المتناظرة، يبقى واحد زائد صفر واحد، تلاتة زائد واحد أربعة، صفر ناقص واحد بناقص واحد، ناقص واحد وناقص تلاتة ناقص أربعة، خمسة وناقص واحد أربعة، واحد وناقص واحد صفر. يبقى ادتنا المصفوفة كام؟ اتنين في تلاتة. عندي ملحوظة صغيرة، هل عملية الجمع في المصفوفات إبدالي ولا لأ؟ إن الـ A زائد الـ B هيساوي الـ B زائد الـ A، يبقى هنا الجمع إبدالي. ولكن هل الجمع الإبدال في الطرحة بيساوي بعض؟ يعني قلت A ناقص B و B ناقص الـ A هما هواها، لا يساوي، يبقى عملية الجمع إبدالي. أما الطرح غير إبدالي. تالت حاجة ناخدها من العمليات على المصفوفة، عملية الضرب. تالت حاجة ضرب المصفوفات. عشان اضرب مصفوفتين في بعض لازم الصفوف، ان عدد الاعمدة في المصفوفة الاولى بيساوي عدد الصفوف في المصفوفة التانية. ازاي؟ يبقى عند ضرب مصفوفتين يجب أن يكون عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى يساوي عدد الصفوف في المصفوفة الثانية. طيب المصفوفة اللي هتطلع هتبقى من درجة كام؟ ودرجة المصفوفة بتبقى ايه؟ الناتجة تتحدد منين؟ من عدد صفوف المصفوفة الأولى وعدد أعمدة الثانية. إزاي الكلام ده؟
يعني إذا كان عندنا درجة المصفوفة الأولى M في L، وكانت درجة المصفوفة الثانية هتبقى لازم تكون L في N، يبقى حاصل بين حاصل الضرب سيكون M في N. يعني أنا عندي مصفوفتين هضربهم، المصفوفة الأولى M في L، وهضرب المصفوفة التانية. قلنا لازم تكون الأعمدة في المصفوفة الأولى، الأعمدة في المصفوفة الأولى تساوي الصفوف في المصفوفة التانية، يبقى L في N. اللي هيطلع عندي درجتها بكام؟ من M في N. نشوف الكلام ده بمثال. إذا كان عندي المصفوفة A واحد واحد، A واحد اتنين، اتنين واحد، اتنين اتنين، دي مصفوفة كام في كام؟ اتنين في اتنين. وعندي مصفوفة تانية اللي هي البي، هيساوي بي واحد واحد، بي واحد اتنين، بي واحد تلاتة، بي اتنين واحد، بي اتنين اتنين، بي اتنين تلاتة. هضرب المصفوفة ازاي؟ ايه في بي؟ الايه يبقى واحد واحد، واحد اتنين، هضربها في المصفوفة اللي هي بي واحد واحد، بي واحد اتنين، بي واحد تلاتة، بي اتنين واحد، بي اتنين اتنين، بي اتنين تلاتة. طب المصفوفة هنا اتنين في اتنين، وهنا كام؟ اتنين في تلاتة، يبقى الاتنين اللي جوه دول لازم يكونوا شكل بعض، اتنين وهنا اتنين. اللي يطلع عندي مصفوفة كام في كام؟ اتنين في تلاتة، يعني يطلع عندي مصفوفة اتنين في تلاتة. طيب المصفوفة دي هتطلع ازاي؟ بقول جاي واخد الصف واضربه في العمود، تبقى أول صف عندنا A واحد واحد مضروبة في B واحد واحد، زائد A واحد اتنين مضروبة في مين؟ في B اتنين واحد. يبقى ده أول عنصر عندي المصفوفة. تاني عنصر هضرب الصف في العمود، يبقى A واحد واحد، بي واحد اتنين، زائد A واحد اتنين في بي اتنين اتنين، وهكذا A واحد واحد في بي واحد تلاتة، زائد A واحد اتنين بي اتنين تلاتة. يبقى أنا خلصت من أول صف. تاني صف أعمل ايه؟ نفس اللي أنا عملته، هيبقى هنا صف في العمود، فيبقى A اتنين واحد، بي واحد واحد، زائد A اتنين اتنين، بي اتنين واحد، A اتنين واحد، بي واحد اتنين، زائد A اتنين اتنين، بي اتنين اتنين، A اتنين واحد، بي واحد تلاتة، زائد A اتنين اتنين، بي اتنين تلاتة. المصفوفة دي كام في كام؟ اتنين صفين في تلت أعمدة. طيب شوف مثال تاني. المثال بيقول أوجد عملية الضرب فيما يأتي.
إن أمكن واذكر السبب في حالة أول مثال عندي، هتضرب 1 ناقص 2 و5، هتضربه في كام؟ في -4 و3 و -1. قلنا هضربه ازاي؟ المصفوفة دي 1 في 3، وهنا كام؟ 3 في 1. يبقى المصفوفة اللي هتطلع كام؟ الأطراف 1 في 1. طب هجيبها ازاي؟ هي مصفوفة مكونة من عنصر واحد، يعني مصفوفة 1 في 1، يبقى أضرب 1 في -4، وبعدين -2 في كام؟ في 3، زائد 5 ناقص 1، ده هتساوي كام؟ -4 ناقص 6 ناقص 5 تساوي -15. يبقى هي مصفوفة كام في كام؟ 1 في 1. شوف مثال 2، عندي مصفوفة اتنين وتلاتة، دي مصفوفة 1 في 2، عندي مصفوفة -1 و4 و0 و5، يبقى دي مصفوفة 1 في 2، وهنا 2 في 2، ينفع يتضربوا؟ اه ليه؟ عشان هنا 2 وهنا 2، والمصفوفة اللي هتطلع هتبقى كام من غير ما اعرف؟ 1. تبقى المصفوفة كام؟ 1 في 2. طب اطلعها ازاي؟ 1 في 2، اقول اخد الصف الاول، الصف ده في العمود، وبعدين الصف ده في العمود، يبقى عندي 2 في -1 -2 زائد 12 زائد 12، كان حق 2 في 0 بـ0 زائد 3 في 5 بـ15، هتساوي كام في كام؟ 10 و15. يبقى دي المصفوفة كام في كام؟ 1 في 2. طيب نشوف مع بعض مثال تاني، عايز أضرب مصفوفة 3 1 -1 و0 و2 و1، هضربه في ايه؟ في 0 و1 و -1، ده هيساوي هنا المصفوفة كام في كام؟ 2 في 3، وهنا كام؟ 3 في 1، يبقى تعالى المصفوفة كام؟ 2 في 1. هطلعها ازاي؟ 2 في 1، هاخد الصف في العمود، يعني 3 في 0 بـ0، 1 في 1 1، -1 في 1 -1 و -1، تحته بقى 0، 2 في 1 2، 1 في -1 هيساوي عندي تبقى فوق 2 وتحت كام؟ 1. المصفوفة دي كام في كام؟ دي هي 2 في 1، اللي هما الأطراف بتوع المصفوفة الأصلية. نشوف مثال كمان، -2 و3 و1 و0 و4 و2، هعمل هنا 5 -1 0 1 3 4، ده هيساوي دي مصفوفة كام؟ 2 في 3، ودي 3 في 2، ينفع تضربه؟ ينفع. ودينا مصفوفة كام؟ 2 في 2، هطلع كام المصفوفة 2 في 2 دي ازاي؟ هاخد -2 في 5 بـ -10، وبعدين 3 في 0 بـ0
واحد في ثلاثة بثلاثة، تانية ناقص اتنين في ناقص واحد اتنين، تلاتة في واحد زائد تلاتة، وبعدين أربعة في واحد بأربعة، التانية صفر في خمسة بصفر، أربعة في صفر هو كمان بصفر، اتنين في تلاتة ناقص تلاتة ناقص صفر، تاني حاجة ناقص ستة، بعدين صفر ناقص واحد بصفر، أربعة في واحد بأربعة بتمانية، دي مصفوفة اتنين في اتنين هتدينا مصفوفة فوق تبقى 10 ناقص 3 ناقص 13، 6 2 و5 2 و3 5 و4 9، وهنا ناقص 6 وهنا كام 12، المصفوفة كام في كام 2 في 2. نشوف مثال كمان، عندي مصفوفة رقم 5 واحد وتلاتة واتنين، هضربها في كام؟ في اتنين ناقص واحد وأربعة، ده هيساوي المصفوفة هنا تلاتة في واحد، وهنا كام مصفوفة؟ واحد في تلاتة، الاتنين اللي جوه متساويين، يدينا المصفوفة كام في كام؟ تلاتة في تلاتة اللي بره. طيب هنشوف المصفوفة اللي تلاتة تلاتة هتطلعها ازاي. أول حاجة هقطع صف في العمود، مفيش عندي إلا واحد في اتنين، بكام؟ باتنين، بقى صف في عمود ناقص واحد، صف في عمود بأربعة، تاني حاجة تلاتة في اتنين بستة، تلاتة في ناقص تلاتة، تلاتة في أربعة باتناشر، بعدين اتنين في اتنين بأربعة، ناقص اتنين تمانية، يبقى دي المصفوفة كام في كام؟ تلاتة في تلاتة. نشوف مع بعض مصفوفة سؤال كمان، عندي مصفوفة هنا واحد وتلاتة ناقص واحد، وهنا اتنين ناقص واحد وصفر، هضربها في المصفوفة كام؟ تلاتة وصفر، واحد ناقص واحد أربعة، وواحد خمسة وصفر. هيساوي المصفوفة هنا كام في كام؟ تلاتة في اتنين، والمصفوفة هنا كام في كام؟ اتنين في أربعة، الاتنين اللي جوه متشابه، هنا اتنين وهنا اتنين، يبقى المصفوفة اللي هتطلع عندي كام في كام؟ تلاتة في أربعة. هطلع المصفوفة دي ازاي؟ تلاتة في أربعة، قلنا هضرب الصف في عمود، واحد في تلاتة بتلاتة، اتنين في صفر بصفر، بعدين واحد ناقص واحد، بعدين ستة خمسة، نفس الحكاية هضرب تسعة أربعة حداشر خمستاشر، صف في عمود يبقى أول عنصر عندي ناقص تلاتة، ناقص واحد في ناقص واحد، ناقص واحد في واحد بناقص واحد، ناقص واحد في أربعة ناقص أربعة، ناقص واحد في خمسة بكام؟ بناقص خمسة، يبقى المصفوفة اللي طلعت عندي كام؟ تلاتة في أربعة. هنشوف المصفوفة رقم سبعة، المصفوفة رقم سبعة بتقول لي ايه؟ عايز اضرب تلاتة وصفر واتنين، واحد واربعة ناقص تلاتة، ناقص اتنين وواحد وواحد، عايز اضربها في المصفوفة خمسة ناقص اربعة وصفر واتنين وستة وتلاتة،
طيب المصفوفة هنا كام؟ 3 × 3. هنا مصفوفة كام؟ 2 × 3. شوف هنا عندي، هنا 2 وهنا 3، يبقى ينفع تضرب المصفوفة؟ يبقى ما ينفعش. ليه؟ لأن هنا عدد الأعمدة لا تساوي عدد الصفوف. بقول له إيه؟ لا يمكن إيجاد، لأن عدد أعمدة المصفوفة الأولى لا تساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، اللي هي ايه؟ 3 لا تساوي الاثنين. طيب نشوف مثال تاني. المثال بيقول 1 و0، 2 و-1، 5 و3. عايز اضربها في المصفوفة، -2 و4 و7. هنا المصفوفة كام في كام؟ 2 في 3. وهنا كام؟ 1 في 3. هنا التلاتة دي الاتنين اللي جوه لازم يساوي بعض، في الحالة دي مش متساويين، يبقى المصفوفة دي ما ينفعش. اي ام، يبقى لا يمكن إيجاد عملية الضرب. ليه؟ لأن عدد أعمدة المصفوفة الأولى لا تساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، اللي هو 3 لا تساوي 1. أتمنى تكونوا استفدتم معايا، أشوفكم إن